ازيكم يا مواليد برج الاسد؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الاسد ليوم الجمعه 26 نوفمبر تشرين الثاني 2021. توقعات العلامه الاولى مواليد 23 يوليو ل 2 اغسطس. طاقتك معديه للاخرين، كما ان الوقت مناسب لتنفيذ افكار جديده. القرارات التي كنت قد أجلتها حتى الآن قد تكون هامة جدا بالنسبة لك، لكن على الرغم من طاقتك يجب أن تتصرف بتسرع وأن تكون على دارية تامة بعواقب أفعالك. فكر في الأمور بعناية وبهدوء. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 أغسطس ل 13 أغسطس. لا يجب أن تتبنى مسؤوليات كثيرة، مهما كانت المغريات يجب أن تركز على الأمور الأهم بالنسبة لك، وإلا فسوف تعرض نفسك للخطر. لا تضغي عليك هذه الأمور. إذا قررت مواجهة أمور جديدة كن منفتح وأطلب مساعدة الآخرين. النجاح مضمون إذا قمت بتركيز طاقتك بهذه الطريقة، وأن لا تتشكك المشكلات التي لا تخصك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 14 أغسطس ل 22 أغسطس. تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر للإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك، وهذا يجعلك تشعر بتقدير الآخرين لك، ويساعدك على فهم أن كل الذين تحتاج موجود، وبحيث تستطيع ترك أثر إيجابي والنجاح. مهنيا قد تحصل على منصب جديد بعد تعب وجهد لسنوات طويلة، لذلك تشعر بالسعادة والتفاؤل. عاطفيا حدوث تغيرات إيجابية في حياتك العاطفية، ربما تدخل علاقة جديدة أو تفكر في الزواج، وقد تشعر بالملل من العلاقة العاطفية الحالية، لذلك حاول أن تبتعد عن الحبيب ولفترة لتقييم العلاقة. صحيا التزم بتعليمات الطبيب حتى تحافظ على صحتك من خلال الفترة القادمة. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.